أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لازال كلامنا في باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة عليهم السلام واحدا فواحدا كنا في الحديث الأول من أحاديث هذا الباب حول أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآله بإبلاغ أن الأئمة من بعده هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، والإمام الصادق في هذا الحديث الشريف يسرد الاحاديث الداله على ذلك الاحاديث المتواتره المتفق عليها بين المسلمين ذكرنا في الحلقه الماضيه الحديث الاول وهو حديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه واما الحديث الثاني الذي يرويه الامام الصادق عليه الصلاه والسلام عن رسول الله صلى الله عليه واله فهو حديث الثقلين يقول الإمام الصادق وقال رسول الله صلى الله عليه وآله أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي فإني سألت الله عز وجل ألا يفرق بينهما حتى يردهما علي الحوض حديث الثقلين حديث متواتر بين الفريقين رواه الشيعة وغيرهم بأسناد صحيحة معتبراً وبألفاظ مختلفة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كرر هذا الحديث مرات وكرات لأهميته أشهر ألفاظ هذا الحديث هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. هذا الحديث بهذا اللفظ متواتر. وأيضا هناك ألفاظ أخرى لهذا الحديث الشريف. وهنا بعض الكلام حول هذا الحديث. أولا اشتهر في السنة العامة: "اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي" وهذا حديث موضوع لا ريب فيه، الرسول لم يقل كتاب الله وسنتي، وانما قال كتاب الله وعترتي، في صحاح السنه هذا الحديث تكرر مرات وكرات متعدده باسانيد صحيحه، يعني في الكتب السته تكرر خمس مرات كتاب الله وعترتي. واما كتاب الله وسنتي فحتى على مباني اهل السنه في الجرح والتعديل سنده ضعيف بل هو موضوع لا ريب فيه هذا اولا وثانيا في دلاله هذا الحديث الشريف الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه يقول هذا الكلام وهو انه اذا شخص حاكم يريد السفر وقال للناس اني مسافر وقد خلفت فيكم فلانا او تركت فيكم فلانا ماذا يفهمون منه يفهمون منه ان في غيابه هو المتصدي للامر إذا هو في رحيل إلى عالم الآخرة، الملك، الأمير، الرئيس قال: إني سأموت غدا وإني تركت فيكم فلانا، ماذا يستفاد من ذلك؟ يستفاد من ذلك أنه الحاكم من بعدي، أنه الخليفة من بعدي، وهكذا في حديث الثقلين. الرسول صلى الله عليه واله ترك القرآن وأهل البيت، بمعنى أن الحاكم فيكم هذان القرآن بتشريعاته، وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام بتنفيذ تلك التشريعات، فهما الحاكمان عليكم، وهذا أمر واضح، هل يصح أن نقول أن شيء آخر غير القرآن هو التشريع لأن الرسول قال أني تارك فيكم القرآن والعترة هذا مو معنى أن العترة هم الحكام معنى ذلك أنه ليس القرآن حسب هذا التوهم الفاسد هو التشريع التشريع لغيره هل هذا الكلام صحيح؟ طبعا هذا الكلام ليس بالصحيح عندما يقول أني سأسافر أني سأموت هذا الدستور وزيد تركتهما فيكم يعني الدستور حاكم بتشريعاته وفلان حاكم بتنفيذ ما في هذا الدستور، فإذا دلالة الحديث واضحة جدا، سنده صحيح ومتواتر، والدلالة واضحة أن رسول الله صلى الله عليه واله بين خلافة وإمامة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في الأمة. ثم إن هذا الحديث يدل على عصمتهم أيضا لماذا؟ لأن في هذا الحديث وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض عدم الافتراق من وجوه والرسول أطلق لا يفترقان في أي شيء وفي اي زمان وفي اي مكان معنى ذلك انهما معا دائما وفي جميع الصور فاولا يدل على عصمتهم عليهم السلام لماذا لان القران لا ياتيه الباطل من ي... بين يديه ولا من خلفه لا خطا في القران اذا انسان اخطا أو عصى في خطئه يفترق عن القرآن في عصيانه يفترق عن القرآن والرسول في هذا الحديث يقول وإن وإنهما لن يفترقا لن نفي التأبيد حتى يرد علي الحوض ماكو افتراق بين القرآن وبين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يعني جميع أعمالهم صحيحة لا عصيان فيها. لا خطأ فيها. هذا ثانيا. وأيضا عدم الافتراق يدل على استمرار وجود أهل البيت على الأرض. هل القرآن الآن مستمر أم لا؟ القرآن مستمر، القرآن ليس كالتوراة والإنجيل حرف. وليس له وجود الان في ايدي الناس وانما الموجود في ايدي الناس التوراه المحرفه والانجيل المحرف القران موجود ومعنى ذلك ان اهل البيت ايضا موجودون وهذا بمعنى استمرار وجودهم هذا من ادله حياه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اهل البيت مستمرون كما ان القران مستمر. وايضا كما ان هدايه القران مستمره، هدايه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام مستمره. اما هدايه ظاهره باحاديثهم التي الان هي موجوده في ايدينا. واما هدايه باللطف الخفي وهي تكون عن طريق الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بألطافه الخدهخ خفيه يمنع انحراف الامه ولذلك يقولون في بحث حجيه الاجماع الاجماع الكاشف عن قول المعصوم عليه الصلاه والسلام بتفصيل مذكور في كتب الاصول وايضا يدل على علم اهل البيت بجميع ما في الكتاب لماذا؟ لأنه إذا جهلوا شيئا منه فهذا افتراق بينهما. عدم الافتراق يقتضي أن يعلموا بجميع ما في القرآن الكريم. زين. من هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ أهل البيت هل هم غير الأئمة؟ عليهم الصلاه والسلام الذي اولهم علي بن ابي طالب واخرهم الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. كلا اهل البيت ينحصرون في الخمسه من اصحاب الكساء ومن بعدهم سائر الائمه عليهم الصلاه والسلام. لماذا؟ لانه اتفقت العامه والخاصه على حديث الكساء. بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع علي عليه السلام وفاطمة عليه السلام والحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام تحت كساء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فالله سبحانه وتعالى أنزل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ويطهركم تطهيرا وهذا سنبينه في تتمت هذا البحث وقال يعني وقال رسول الله صلى الله عليه وآله أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتي فإني سألت الله عز وجل أن لا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض هذا اللفظ من ألفاظ حديث الثقلين ذكرنا أن حديث الثقلين متواتر والرسول كرره بألفاظ مختلفة في مناسبات مختلفة هذا أحد الألفاظ فإني سألت الله عز وجل ألا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض فأعطاني ذلك يعني الله سبحانه وتعالى استجاب دعائي ولم يفرق بينهما فحديث الثقلين مو مجرد كلام للرسول صلى الله عليه وآله وإنما استجابة من الله لدعاء الرسول، والله سبحانه وتعالى جعلهما قرينين لن يفترقا أبدا إلى يوم القيامة، فأعطاني ذلك. هذا من الأحاديث. وقال: "لا تعلموهم فهم أعلم منكم" الرسول صلى الله عليه وآله في أحاديث متعددة قال لا تعلموهم فهم أعلم منكم يعني إذا عملوا عملا لا تستنكرون عليهم لماذا تعملون هذا العمل لا فهم أعلم منكم والأحاديث الدالة على أعلمية أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام وكذلك الأئمة كثيرة جدا أقضاكم علي القضاء يحتاج إلى علم بكل الشريعة لأنه يرتبط بكل الشريعة فأقضاكم علي لازم أنه أعلمكم وأيضا قول رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها وأحاديث كثيرة في هذا المجال وقال إنهم لم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلاله وهذا الحديث ايضا يدل على عصمتهم، لأن الإنسان إذا أخطأ في نفس الموضوع الذي أخطأ فيه أخرج من باب الهدى، وأدخل في باب الضلالة، أهل البيت لن يخرجوكم من باب هدى، ولن يدخلوكم في باب ضلالة، زين، فالرسول أوصى بأهل البيت في هذه الأحاديث، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. قال: لا تعلموا أهل بيتي. قال: لن يخرجوكم من باب هدى، ولن يدخلوكم في باب ضلالة. زين منو أهل بيتي؟ إذا أنت تجد بالمعنى اللغوي في أهل البيت، والمعنى العرفي هذا يشمل جميع القرابات. بالمعنى اللغوي أهل البيت، يعني الذين يسكنون في البيت. بالمعنى العرفي أهل البيت يعني القرابات الرسول لو ما كان مبين معنى أهل بيتي يجي بنو العباس يدعون يقولون نحن أهل البيت الرسول صلى الله عليه وآله يجي آل جعفر آل عقيل مثلا آل أبي لهب يدعون نحن أهل البيت لأنه نحن من قرابات الرسول أو نحن من أهل البيت مثلا لكن الرسول بين من هم اهل البيت، وحصر اهل البيت فيهم في حديث الكساء المعروف، لذا الرسول صلى الله عليه واله بين والامام الصادق يبين، فلو سكت رسول الله صلى الله عليه واله فلم يبين من اهل بيته لادعاها ال فلان وال فلان ما مذكور ال فلان وال فلان من؟ الإمام أبهم يعني ادعاها الآخرون آل عباس آل عقيل آل جعفر آل أبي لهب مثلا أو غيرهم من أقرباء الرسول صلى الله عليه وآله أو لا آل تيم آل عدي أو عدي هؤلاء أيضا يأتون ويدعون لماذا؟ لأن من آل تيم عائشة موجودة في بيت الرسول صلى الله عليه وآله من آل عدي حفصة موجودة في بيت الرسول صلى الله عليه وآله لدعاها آل فلان وآل فلان ولكن الله عز وجل أنزل في كتابه تصديقا لنبيه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية وفيها أهل البيت، هاي الكلمة، والرسول أجا حصرها في علي عليه الصلاة والسلام، وفاطمة والحسن والحسين، حديث الكساء المعروف، هنا نحن نذكر موضوعين بشكل مختصر، أولاً في معنى هذه الآية وثانيا في دلالتها وانطباقها على الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وفاطمه عليها السلام حصرا. اما انطباقها فيهم حصرا فهذا ورد في روايات كثيره في صحاح العامه مثلا مسلم في صحيحه روى عن عائشه قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله غداة يعني في غداة في في يوم في يوم من الايام وعليه مرط مرحل يعني اي كساء من صوف ونحوه تشبه نقوشه رحال الابل وعليه مرط مرحل اسود فجاء الحسن بن علي فادخله ثم جاء الحسين فادخله ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وأيضا روى الترمذي عن أم سلمة قالت إن الآية نزلت في بيتها قالت وأنا جالس عند الباب فقلت يا رسول الله ألست من أهل البيت فقال انك على خير انك من ازواج رسول الله. قالت وفي البيت رسول الله وعلي وفاطمه والحسن والحسين فجللهم بكساء وقال اللهم هؤلاء اهل بيتي. لم يقل هؤلاء من اهل بيتي، لا قال هؤلاء اهل بيتي حصر. فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرة، يعني ام سلمة الرسول يقول انت على خير بس انت مو من اهل البيت الذين قصدوا في هذه الآية. هسه اكو بعض العامة حاول إدخال آل عقيل وآل جعفر وآل عباس في اهل البيت. مسلم يروي ذلك عن زيد بن ارقم. لكن هذا لو فرض صحته رأي زيد بن ارقم ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه واله. زيد بن ارقم يقول ان اهل البيت ال عقيل وال جعفر وال عباس وال ابي طالب، هذا الراي زيد بن ارقم، وليس حديثا عن رسول الله. وراي زيد بن ارقم يعارض الاحاديث الصحيحه التي حصرت اهل البيت في الايه في علي والحسن والحسين وفاطمة عليهم الصلاة والسلام فلا عبرة بكلام صحابي إذا تعارض كلامه مع الأخبار المتواترة في اختصاص أهل البيت بأصحاب الكساء عليهم الصلاة والسلام ابن حجر في الصواعق المحرقة يقول إن أكثر المفسرين على أن الآية نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين لتذكير ضمير عنكم قبل هذه الآية آيات حول نساء الرسول صلى الله عليه واله، بعد هذه الآية أيضا آيات حول نساء الرسول، في كلها الضمير المستعمل ضمير المؤنث، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول وقلنا وقرنا كلها ضمائر المؤنث لأن زواج زواجات الرسول نساء عندما يصل إلى هذا المقطع لم يقل إنما يريد الله ليذهب عن كنا وإنما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الضمير صار مذكر يعني الفات من النساء الرسول الى اشخاص اخرين فاذا هذه الايه منحصره في الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وفاطمه عليها الصلاه والسلام ولا يدخل فيها غيرهم زين ما هو معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية العصمة، وإذا كانوا معصومين الإمامة تكون فيهم لا في غيرهم، أما أنها تدل على العصمة لأن الطهارة قسمياً الله سبحانه وتعالى يريد الطهارة باراده تشريعيه يعني الله يشرع حكما بتطهير الناس من الارجاس البول ريجسون الجنابه ريجسون الله سبحانه وتعالى يامر الجميع بالوضوء بالغسل بالتطهير بازاله النجاسه هذه اراده تشريعيه يعني الله سبحانه وتعالى اصدر حكما هذا الحكم عام للجميع حس الجميع مخيرون بين أن يطيع الله سبحانه وتعالى وبين أن يعصوه لكن الإرادة التشريعية قد صدرت الله أصدر الحكم إرادة التطهير التشريعية عامة للجميع ليست خاصة بفرد دون فرد يعني الله أنزل وجوب غسل الجنابة لمن أراد أن يصلي الصلاة الفريضة الواجبة هذا ليس خاص بإنسان دون إنسان جميع الناس يجب عليهم ذلك الله سبحانه وتعالى أوجب تطهير البدن من لوث النجاسات لمن يريد أن يصلي والرجز فهجر هذا عام للجميع كل واحد يريد يصلي لازم يطهر بدنه ولباسه من القذارات النجسة هذه اراده تشريعيه عامه لكن في ايه التطهير الله سبحانه وتعالى يقول انما انما اداه حصر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت حينما حصر الاراده تبين هذه ليست اراده تشريعيه لان الاراده التشريعيه عن يعني الحكم هذا عام للجميع فشنو هاي الاراده اللي خاصه بهؤلاء لا تشمل سائر الناس هذه إرادة تكوينية يعني الله سبحانه وتعالى أبعد عنهم الرجس المعنوي الخطأ رجس الذنب رجس وإرادة الله منفذة لا إذا أراد الله شيئا فيق... إنما يقول له كن فيكون الإرادة التكوينية تتحقق إذا الله سبحانه وتعالى أراد شيئا فمعنى ذلك أنه لا رجس معنوية فيهم لا شك فيهم لا عصيان فيهم لا خطأ فيهم هذه الطهارة الخاصة بهم هي طهارة تكوينية بالاراده التكوينيه اما الاراده التشريعيه عامه الله سبحانه وتعالى انزل المطر للمسلمين الذين اجنبوا في غزوه بدر يقول ليطهركم به ما حصر الامر فيهم المطر ماءه تطهير لكم هذه اراده تشريعيه تغتسلون بذلك الماء ويطهركم من رجس الجنابه لم يحصر في أولئك لكن هذه الإرادة في هذه الآية حصرت فيهم إنما فيتبين أنه ليست الإرادة التشريعية لأن الإرادة التشريعية عامة للجميع وإنما هي إرادة تكوينية خب إذا تكون إرادة تكوينية يعني شنو؟ يعني العصمة لا يوجد فيهم خطأ لأنه رجس لا يوجد فيهم معصية لأنه رجس لا يوجد في قلوبهم شك لأنه رجس وهذا يلازم العصمة فإذا كانوا معصومين المعصوم أولى من غيره هذا بحكم العقل والشرع الأعلم هو أولى من غيره في الأمارة في الإمارة أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فكان علي عليه السلام والحسن والحسين وفاطمه فأدخلهم رسول الله صلى الله عليه واله تحت الكساء في بيت ام سلمه ثم قال: اللهم ان لكل نبي اهلا وثقلا وهؤلاء اهل بيتي وثقلي. فقالت ام سلمه: الست من اهلك؟ فقال انك على خير الى خير ولكن هؤلاء اهلي وثقلي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم كلام رسول الله صلى الله عليه واله واتباعه. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.